السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد، وصفة جديدة. ان شاء الله نلقاكم الفيديو وانتم كتشاهدوا في احسن الاحوال يا رب. غادي نشارك معكم واحد المعسلة من المعسلات الرمضانية الاقتصادية واللذيذة ايضا، بورق الفيلو. غادي نشارك معكم سيجار بكاوكاو، كيجي لذيذ مقرمش ومعلق في نفس الوقت. تابعوا معايا الفيديو حتى الاخير، انا متاكده ان هاد السيجار هذا غادي ينال الاعجاب ديالكم، والا جربتوه غادي ينجح معكم. فما عليكم غير تبعوا معايا الفيديو والمقادير وطريقه التحضير. لاول مره كيشوف القناه مرحبا به، اشترك عندي الا عجبته القناه، ودير لايك للفيديو، بارطاجي الفيديو مع الاهل والاحباب باش تعم الفائده. اذا على بركه الله، عندي هنايا نص كيلو ديال كاوكاو. كاوكاو داك الرومي شريته هكا مقشر، كان نقيه، كان مسحو، كان قليه في زيت بارده كيف ما شفتو، على عافيه تكون مهيله حتى كيتحمر. من بعد كنطحنو في الطحانه هذه حتى كيتعلق ليا مزيان. طحنت النص بالنص، يعني ما درتوش كامل في خطره واحده، طحنت النص مزيان حتى تعلق، وعاد طحنت النص الثاني. من بعد كنضيف ليه معلقه كبيره ديال القرفه، وثلاثه المعالق كبار ديال سكر سنيده، معلقه كبيره ديال الزبده تكون بحراره المطبخ. وعندي كذلك غير اللي عنده المسكه حره يقدر يديرها، انا راه غير ما توفرتش عندي. الا عندكم هكا طحنوها مع كاوكاو من كتكونوا طحنوا فيه، اولا دقوها هكا مع شويه ديال السنيده لكم الاختيار. وعندي نص كاس ديال ماء زهر وافي، يعني ماء الزهر على حسب الحاجه. انا تقريبا درته كامل، كندير شويه بشويه وكنخلط، يعني عيني ميزاني. يعني هاد الحشوه هذه ضروري ما تكون رطبه، ما خاصهاش تكون يعني قاسحه، خاصها تكون رطبه، يعني ضروري ومؤكد بهذا الشكل هذا اللي نتوما كتشوفوا. صافي، من بعد ما خدات يعني القوام اللي بغيت انا، غادي نشكل هكا كويرات كامله تقريبا الحجم ديالهم 11 غرام حتى 12 غرام. يعني بالنسبه للاخوات اللي بغاو يعبروا وبغاو الحجم ديالهم يجيهم هكا قياس واحد، انا استعملت 11 حتى 12 غرام، كنشكلها كامله باش يتسهل عليا الخدمه. من بعد غادي نشكلها حرابيل، وتقدروا ديروا هاد تقدروا ديروهم هكا بريوات اولا قنينطات اولا سيجار هكا طويل كيف ما درت انا. يعني نتوما كتقدروا تحكموا في الشكل اللي بغيتوا. عندي هنايا ورق الفيلو، واللي بغات تستخدم ورقه البسطيله بامكانها يعني دير ورقه البسطيله، انا هنا درت ورقه الفيلو. هي كتكون شويه حساسه وكتبغي يعني نتعاملوا معها بلطف، لان دغيا كتنشف معنا كيف معروف عليها، هي ناشفه ولا خليناها يعني عريانه يعني دغيا كتنشف. لهذا غادي تجبدوا غير القياس اللي تخدموا به، والبقيه كتغطيوها بالبلاستيك، ضروري تغطيوها باش ما تنشفش معاكم. صافي، كناخذها كنقطع الورقه على اربعه بهذا الشكل هذا، كنتنيها باش ناخذ هكا القياس ديال النص، كنقطعها من بعد كنطويها وكنقطعها على اربعه. وانتوما الشكل ديال السيجار كتحكموا فيه، الا بغيتوه يعني صغار راه كتقدروا تصغروا، مثلا تقسموها على 6 او لا على 8 عفوا. صافي، من بعد كنشكل هذوك الكويرات كنشكلهم هكا حرابل، كنحاول انني نديرهم هكا قياس واحد. وخدمت بهذه الطريقه هذه صراحه عمليه وسريعه، كناخذهم هكا بربعه كنسرحهم وكنديرهم فيهم كاملين ديك الحشوه، وكنطويهم يعني كاملين بهذه الطريقه اللي كتشوفوا، يعني الفيديو راه شارح نفسه. كنخدم يعني اربعه دفعه واحده، وبالنسبه ما قلت لكمش يعني على كاوكاو، انا حمرته هكا قليته في الزيت، راه بامكانكم تدخلوا الفران، يعني تدهنوا كاوكاو بالزيت وتدخلوا الفران يتحمر، اللي ما بغاتش تقليه في الزيت راه ديروا في الفران. صافي، هنا كيف ما كتشوفوا شكلتهم بهذه الطريقه، ولصقتهم بابيض البيض، او تقدروا ديروا خليط ما بين الطحين والماء. ابيض البيض صراحه كيلصقها مزيان بهذا الشكل هذا، كتبقى يعني ما كتحل ما والو. صافي، كنستمر بنفس الطريقه باش ما نطولش عليكم الفيديو،
غاديش نكمل معكم يعني الورقه ديالتي كامله باش ما كيجيكمش الفيديو طويل. صافي هنا غادي ندوز معكم باش نقلي. هنا درت الزيت سخون ونقصت ليها العافيه مزيان وحطيو معها البنات. انا في هاد القليه الاولى الصراحه بحال تخطفوا ليا في القلي، كانت الزيت سخونه بزاف واخا نقص ليها العافيه، لان هاد ورق الفيلو كيكون حساس بزاف، يعني غير كديروه في الزيت دغيا كيتحمر ليها. ردوا مع البال نقصوا العافيه، يعني نقصوها مزيان وعاد ديروهم وتبقاو تقلبوا فيهم ضروري. صافي هنا من بعد ما تحمروا مباشره هما سخانين، درتهم يعني بالزربه في هذا الاناء وخويت عليهم العسل، او لا تقدروا ديروا العسل في الاناء وعاد تحطوهم. انا صراحه هذا العسل عندي يعني ثقيل بزاف. صافي هنا من بعد ما كملت الكميه ديالتي كامله درتها في العسل، وراه بقيت كنقلب فيهم دوك التحتانيين، يعني رديتهم الفوق واللي كانوا الفوق درتهم لتحت باش كاملين كيدخلهم داك العسل وكيتعسلوا مزيان. انا صراحه خليتهم باتوا يعني ليله كامله لانني درتهم في الليل، لهذا خليتهم باتوا حتى تشربوا مزيان داك العسل، جاو معسلين يعني جاو شهوه منهم البنات. غير جربوهم راه غادي يعجبوكم. هذا هو الشكل ديالهم النهائي، هنا قدمتهم معكم. كنتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وكنتمنى تكونوا درتوا هذاك لايك وتبارطاجيو ليا الفيديو على اوسع نطاق باش تعم الفائده. فعلا كيستحق انكم انه يتشاف، وانكم تجربوا هذا السيجار. هذا كيجي اقتصادي، الحشوه ديالته اقتصاديه، واللي بغات يعني تستعمل لوز بلاصه كاوكاو بالامكان ديالها، او دير خليط ما بين اللوز وكاوكاو، الزنجلان كذلك ممكن. هذا هو الشكل ديالها، كيجي مقرمش ومعلك ولذيذ مشاهدكم، حتى تجربوه ان شاء الله. مذاق ما نعاودش لكم عليه. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنضرب لكم موعد فيديو قادم وصفه جديده بحول الله. دمتم في رعايه الله وحفظه، والى اللقاء.